الحسابات النقابية للنساء. نموذج المرأة النقابية الأستاذة زبيدة الدوشي نائب رئيس الاتحاد الحر لعمال البحرين، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على عجالة، طبعا في البداية أوجه شكري وامتناني للسيد فايز المطيري مدير عام المنظمة وكافة الأخوة والأخوات المشاركين في الندوة. وطبعا على عادة نحن في النقابات نحرص على أن تحصل المرأة على كافة حقوقها، ولكن قبل أن أتكلم عن دور النقابات أتكلم عن المرأة البحرينية، وهذه فرصة في هذه الندوة على عجالة. كانت المرأة البحرينية في مقدمة أولويات عمل حكومة مملكة البحرين التي سعت لحماية المرأة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقد سبق جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الجميع بإصدار جلالة القرار الملكي السامي في إطار الإجراءات السباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي ينص على مزاولة المرأة للعمل من المنزل. وعقب صدور القرار الملكي مباشرة أعلن كل من ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة على تشكيل لجنة مشتركة تختص بمتابعة تنفيذ توجيه عاهل البلاد المفدى بتطبيق العمل المنزل للأمهات العاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وضمان التطبيق الفعلي لما جاء في قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والهادفة في مجملها إلى تحقيق أقصى درجات استقرار أسري في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا 19. من جانب آخر، تم تدشين عدة مبادرات خاصة بالمرأة والأسرة، حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة الحملة الوطنية متكاتفين لدعم المرأة والأسرة البحرينية لمواجهة كوفيد 19 المستجد، بهدف رصد الاحتياجات الطارئة للمرأة وأسرتها والعمل على توفيرها وصولا إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة وخلق الثقافة المجتمعية الواعية. وطبعا جاءت تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة. من ناحية شمولية الحملة، والذي يميز هذه الحملة شموليتها حيث تستهدف المرأة بجميع فئاتها وبالأخص المطلقة والأرملة والمهجورة والمعيلة لنفسها العزباء والمتزوجة ولأقاربها من الدرجة الأولى والمتقاعدة والموظفات الحوامل والمرضعات وأمهات من هم دون العشرة والمصابات بأمراض تنفسية ونقص المناعة والأمراض المزمنة ومن ذوي الإعاقة واللواتي يرعين من ذوي الإعاقة من أبناء والأقارب وكبار السن. بالإضافة إلى مجالات الحملة هو أولاً الدعم الأسري ومن ثم الدعم الاقتصادي. الدعم الأسري يرتكز على رصد احتياجات المرأة البحرينية وغير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين بحسب الفئات المستهدفة لتقديم المساعدات والخدمات الطارئة. بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي، متابعة وضع وتطوير السياسات والنظم الإدارية المرنة والمحفزة لرفع فعاليات العمل وزيادة إنتاجيات الموظفين ومساعدتهم على التوفيق بين المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات الأسرية في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى دعم استدامة مشاركة المرأة في سوق العمل من جراء تداعيات الفيروس ومتابعة تنفيذ التدابير التي من شأنها أن تسهم في معالجة العقبات التي تواجه القطاعات المتأثرة. الدعم التعليمي، رصد الاحتياجات التعليمية للأسر والفئات المستهدفة التي تساعدهم على مواصلة العملية التعليمية عن بعد، بالإضافة إلى إطلاق قناة أو منصة لتوعية المعلمين بطرق جديدة في التدريس وإعداد نماذج المساندة للمناهج. أما عن الصعيد النقابي وهو حديثنا اليوم، فقد أعلن الاتحاد الحر نقابات عمال البحرين عن إجراءات تعديلات على خطة لجنة شؤون المرأة والطفل بالاتحاد للفترة المقبلة وإقرار بعض التعديلات التي تناسب الوضع الحالي المتعلق بالأزمة. وكان الهدف من ذلك هو الحرص على استمرار أنشطة اللجنة من خلال العمل عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا واستجابة لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية في الدولة واللجنة الوطنية الطبية وحفاظاً على الصحة العامة، حيث أقرت اللجنة بعض التعديلات على خطتها من أبرزها تغيير أنشطة وفعاليات وزيارة حملة مكافحة سرطان الثدي المقرر انطلاقها في شهر أكتوبر 2020 إلى اللقاءات الافتراضية عبر مواقع التواصل. وتعمل اللجنة على تعزيز دور عمل المرأة من المنزل وتقديم كافة وسائل الدعم للحفاظ على مكتسباتها العمالية وعدم تأثرها بالأزمة المالية التي ربما تجبر المؤسسات
بالقطاع الخاص على الاستغناء عن العمالة وبخاصة المرأة، حيث سينظم الاتحاد الحر لنقابة عمال البحرين دورات تدريبية للعاملات لرفع كفاءتهن في تنفيذ كافة الأعمال من المنزل واستخدام الوسائل التكنولوجية بكفاءة عالية والتدريب على البرامج المستندة للعمل من المنزل. وفي الختام أشكر المشاركين في الندوة والمنظمين وتمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا للأستاذ زبيدة، نشكر حضراتكم جميعا. الحقيقة جاتنا مجموعة كبيرة من الاستفسارات والتعليقات والأفكار والتوصيات، جمعناها على قد ما نقدر في إدارة الحماية الاجتماعية، واسمحوا لنا حضراتكم إن احنا نتلو عليكم أهم الأولويات التي سيتم التركيز عليها في الفترة القادمة إن شاء الله. أولا، المساهمة الفعالية في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التخطيط وفي اتخاذ القرارات في مجال الاستجابة والتعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. تعزيز مشاركة المرأة في لجان صياغة البرامج والسياسات المتعلقة بالكوفيد 19 وإشراكنا في اقتراحات التدابير القصيرة وطويلة الأجل لمواجهة الأزمة. توفير السبل والآليات المناسبة للتعامل مع الوضع القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الأزمة. الإعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة وتقديرها وإعادة توزيعها من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية. تعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي وإعطاء الاهتمام الكافي للاقتصاد الريفي وأثر ذلك في تحقيق الأمن الغذائي العربي. تعزيز البيئة التشريعية المواكبة لعمل المرأة وتوسيع مجال الحماية الاجتماعية للنساء خاصة العاملات منهن في القطاع غير الموظف. العمل على إدماج قضايا العاملات المهاجرات ضمن الخطوط الوطنية والقومية. ضرورة الاهتمام بتمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات في ضوء ما كشفت عنه الأزمة الراهنة من أهمية كبيرة لهذا المجال في تسيير الحياة على مستوى التعليم والعمل وإدارة المشروعات الاقتصادية وغيرها. تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لما لها من قدرة على الوصول إلى المجموعات الأكثر احتياجاً. تكثيف سبل توفير الدعم للنساء العاملات في الخطوط الأمامية للاستجابة وتحسين الوصول إلى معدات الوقاية الشخصية وترتيبات العمل المرنة للي يتحملن عبء الرعاية. دعوة وسائل الإعلام إلى تحقيق الدعم التوعوي للمرأة للانخراط في الأنماط الجديدة للعمل التي نتجت عن جائحة كوفيد 19 وانتشار مفهوم العمل من المنزل. وضع استراتيجيات التخفيف التي تستهدف على وجه التحديد الأثر الاقتصادي لتفشي المرض على النساء وبناء قدرة المرأة على الصمود. حماية الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية للنساء والفتيات بما في ذلك خدمات الصحة الإيجابية. إعطاء الأولوية لخدمات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة في المجتمعات المتأثرة بمرض كوفيد 19. دراسة إنشاء صناديق منح لدعم المرأة والحفاظ على استمرار المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء في ظل الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة. أهمية تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة للمساهمة في الضغط والمشاركة في عملية صنع القرار لدعم المرأة العاملة وإنشاء فعالة بيانات مرجعية وواضحة خاصة بالنساء العاملات في مختلف المناطق التي تضررنا من آثار كوفيد 19 لما لذلك من دور في ضمان الوصول للجميع ورفع مختلف الأولويات والاحتياجات الخاصة بالمرأة العربية العاملة. دعوة منظمة العمل العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إصدار أداة معيارية جديدة تدعو لإدخال منظومة الطوارئ على التشريعات الوطنية للدول العربية. وأخيرا وردتنا توصية هامة لا يسعنا إلا أن نؤكد عليها وهي دعم حقوق المرأة الفلسطينية في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا وكافة أشكال التمييز التي تمارس ضدهن من قبل سلطات الاحتلال. هذا كان رصد وتجميع لأهم الموارد في الأوراق والمداخلات التي تم تقديمها وكذلك استفسارات ومقترحات وتوصيات حضراتكم التي وردت إلينا على رسائل الاجتماع. قبل الختام أريد بس أن ننوه إلى أن هذه الجلسة دائما الجلسات الخاصة بالمرأة وقضايا عمل المرأة تحتاج للكثير والكثير من الوقت، ولكن هذه إن شاء الله بداية لسلسلة متعاقبة من الندوات والأنشطة والفعاليات حتى نتحدث في الأمور الخاصة بعمل المرأة بشكل أكثر إسهالا. في النهاية نشكركم جميعا على وجودكم ومشاركتكم وحسن استماعكم ومداخلاتكم الحقيقة القيمة والثرية، ونقدم خالص شكرنا وتقديرنا لممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين في أعمال هذه الندوة والذي بلغ أكثر من 100 مشارك من 19 دولة عربية مشاركة. نتقدم الشكر الجزيل لعضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربية والسادة والسيدات ممثلي المنظمات العربية والدولية. والشكر الجزيل لبيت العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشاركتها المتميزة في اجتماعنا اليوم وعلى أيضا دعمها المتواصل لكافة أنشطة المنظمة. واسمحوا لي في النهاية أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيدة المدير العام
على توجيهاته بدوام التواصل والتنسيق مع أطراف إنتاج الفرادة في كافة قضايا العمل والعنف. والشكر موصول للأستاذة شيرين صباح رئيس الديوان المدير العام على وجودها في التنسيق والمتابعة والتواصل مع كافة الإدارة. والزملاء في إدارة الحماية الاجتماعية الأستاذة منجية هديلي الخبيرة في إدارة الحماية الاجتماعية على أثرها الثرية والقيمة، والزميلة حنان قايد على متابعتها المستمرة لأعمال هذه النقطة. وبالطبع الشكر موصول للجنود المجهولة خلف الشاشات، الأستاذ مروان والأستاذ معتز والمهندس عمر محمود والأستاذ سعد والأستاذ هشام فضل. قبل أن نختم لقاءنا هذا يشرفنا التنويه على استمرار منظمة العمل العربية في تنفيذ خطة عمل لعام 2020 رغم كل الظروف لخدمة قضايا أطراف الإنتاج الفلاحي في الوطن العربي. وعليه يسعدنا ويشرفنا أن نضم للمشاركة في الويبينار التالي للمنظمة يوم 22 يوليو إن شاء الله في جلسة هامة ومتميزة وثرية حول مراجعة استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في ظل تغيير بيئة العمل بعد جائحة كورونا كوفيد 19. نشكركم جميعا وإلى اللقاء القريب بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.